يسعد لي صباحكم مشاهدي برنامج صباح الشرقية. ماكو أجمل من صباح نبدي بابتسامة وكلام حلو لكل من حوالينا. صباح الخير عليكم. يسعد صباح الزهراء وصباح الخير لكل مشاهدي برنامج صباح الشرقية. مبلشين وياكم يوم جديد وحلقة جديدة والبداية مع العناوين. هل أنت من الأشخاص الذين يتأخرون على مواعيدهم ولا يلتزمون بالوقت؟ وما الحدث أو الموعد الذي فاتك نتيجة لتأخيرك وعدم التزامك؟ هذا هو موضوع استطلاع حلقتنا لليوم. تشاركنا بالحديث عنه من استوديو دبي أخصائية الأتيكيت مروة ناثر في الساعة الثانية من البرنامج. والحمل المتعدد تكلمنا عنه الدكتورة شذى الخياط اختصاص جراحة النسائية والتوليد والعقم. من تركيا مصممة عراقية تستخدم فن الطباعة على الأقمشة في تصميم العباءات. أما سوق الألبان والأجبان ذات الجودة العالية في دهوك والمعروف بالسوق الأبيض. في الخبر المنوع لحلقة اليوم، حوت يصيب طائرة درون بعمود ماء من أنفه. أكيد مشاهدينا بنهاية العناوين ما راح ننسى ذكركم بسؤالنا التفاعلي لحلقة هذا الصباح، اللي هو ما الحدث أو الموعد المهم اللي فاتك نتيجة تأخرك وعدم التزامك؟ أكيد راح يظهر لكم الكيو آر كود على الشاشة، كل عليكم تقربون كاميرا التليفون حتى تنقلكم على إنستغرام الشرقية وتشاركونا تفاعلاتكم وإحنا راح نقرأها خلال حلقتنا. نرجع صباح عليكم مشاهدينا، واليوم رح نحكي عن موضوع يمكن الكل يعاني منه، المواعيد. وطبعا يا ما صارت عندنا مواعيد ويا ناس ونتفق وياهم على انه رح نلتقي بالساعة الفلانية، بس لما نروح الوقت مضبوط نلقاهم موجودين قبلنا اصلا. وهذا اول نوع من الناس الملتزمين بالموعد، على عكس طبعا الناس اللي نتفق وياهم على موعد ونروح بالوقت بس ننتظرهم ساعة وساعتين يلا يوصلون. طبعا هالناس ممكن يضيعون هواية فرص واحداث مهمة بحياتهم نتيجة لعدم التزامهم. اكيد زهراء اني اتفق وياش. اليوم احنا دا نتناول ودا نحكي بموضوع هو من اهم المواضيع اللي حكينا بيها، لانه هاي مشكلة صراحة احنا نعاني من عدها كأفراد وأيضا كمجتمع، إحنا فتشي متعودين عليه، فراح نكتشف الأسباب وشنو هي الشغلات اللي إحنا ممكن يعني نتجاوزها، أو الشغلات اللي مثلا راح نفقدها الفرص الحلوة بسبب تأخرنا. فاليوم حابين أنه نسوي استطلاع ونسأل الناس، هل أنت من الأشخاص اللي يتأخرون عن مواعيدهم ولا يلتزمون بالوقت؟ وما الحدث أو الشغلة المهمة أو الموعد اللي أنت فاتك نتيجة تأخرك وعدم التزامك؟ خلينا نشوف هذا الاستطلاع سوا. صباح الخير. الانضباط والترتيب جدا مهم في الحياة العامة، وأيضا يجب أن نكون منضبطين في المواعيد. هل سبق أن فاتك موعد مهم وخسرت في شيء كبير؟ خلينا نسأل اليوم الناس، هل هم يتأخرون أو مضبوطين؟ على التكة خليكم ويانا. طبعا هو التاخير مو جديد للعراقيين، يعني التاخير شو ازدحامات، يعني انت تعرفين هذا الشيء، ازدحامات او مشاكل او شيء. بس اقدر اذكر يوم انه تاخرت عليه وتأذيت من يمه، انه كان يوم امتحان، انا خريج كليه اعلام وكان يوم امتحان، فكنت اقرا بالليل فسهرت، تاخرت بالنوم وراح الامتحان، رجعت عكستها بالبيت المشاكل. زين شنو سويت من فاتك الامتحان؟ شلون صرفت؟ عدتها دور ثاني؟ والله وعدت دور ثاني، بس لو تشوفين الحال اللي يعني قد عادت متاخر نص ساعه انه انا بالبيت بعدني،
يعني لو الجامعه قريبه رحت لركض، يعني السيارات وهذا، فقلت كان هم ازدحام وهذا، فتاخرت حيل يعني. والدور الثاني موجود. اني لا كلش، بس اذا موعد يعني مهم لا مضبوط فيه. زين، ليش دائما تتاخر؟ تاخر يا الطريق مرات، يا اظل يعني حير شلبس او شبدل وهيك. زين، ما حاولت تتخطى موضوع التاخير هذا او تتغلب عليه؟ ردت بس ما قدرت. ليش؟ يا يعني مثلا لا اتاخر بالنوم مثلا، لو من اقوم يعني ابدل وهاي اتاخر في هذا الشيء. زين، يتاخرون عليك اصدقائك لو لا؟ اصدقائي لا، هم مضبوطين، كلهم مضبوطين. بس انت المتاخر. لا، هو عادة ما اي انسان اذا كان الموعد مالته مضبوط ف ما يتاخر احسن. زين، انت ما تتاخر؟ لا ما اتاخر، الموعد حلو يعني اذا تجي للشخص تواعده مكان او على وقت تجي له بالوقت المضبوط احسن. تحس انه هذا في شيء اساسي انه يفرض احترامك ويا الاشخاص؟ صح، اكيد 100%. اذا انت وعد الشخص واجيت له بالوقت اللي حددته اكو احترام بيناتكم راح يصير بين الشخص اللي وعدته على موعد. زين، شلون تضبط مواعيدك بالعاده؟ يعني هو الانسان دائما يكون من ينطي موعد لازم يروح له بالوقت المحدد اللي هو يعني يكون يخليه بباله. يعني تطلع قبلها قبل موعد بشقد؟ ساعة وبنص ساعة تحسب الازدحامات كذا. اي زين، هل سبق وانا تاخرت او صارت صدفه وتاخرت عن موعد جدا مهم ومفاتح؟ والله احنا بالعراق تعرفين ما شاء الله الازدحامات والشوارع دائما تصير ازدحامات، حتى لو تطلع قبل ساعه، خاصه هنا ببغداد قبل ساعه تطلع دائما ما يصير تاخر بسبب الازدحامات. احكي لي خاله، شنو رايك بالناس اللي تتاخر عن المواعيد؟ وهل انت من الاشخاص اللي يتاخرون عن الموعد لو مضبوطه؟ هو غلط، بس انا اليوم هم متاخرين عن الموعد. عندنا دكتور بس ما جانا يعني بالوقت المناسب. تاخرنا. زين، انت بالعاده دائما تتاخرين؟ لا لا، بس ظروف يعني. صحيح. زين، شنو اللي يخليك دائما تتاخرين؟ انا ما اتاخر، بس الولد العسكري ما اجي يعني، واحنا عندنا دكتور بال يوم سايق وازدحام. احنا من البصره بعيد الطريق مالنا. لا مضبوط. طبعا. زين، شنو اللي يخليك هيك مضبوط؟ هذا توقيتي يعني، لازم الواحد يكون ما دام مضبوط بالتوقيت، يكون مضبوط بالمواعيد، يكون مضبوط بكل شيء. هل انت من الاشخاص المضبوطين بالمواعيد او تتاخر؟ 100%. يعني مضبوط 100%؟ مضبوط 100%. زين، شنو اللي يخليك مضبوط دائما؟ يعني هو خوف الحياة انه مرتبطة بمواعيد، والوقت اهم ما في هذه المواعيد. زين، هل سبق وان صارت يعني وياك موقف وتاخرت بدون او خارج عن ارادتك وفاتك موعد جدا مهم؟ اكيد يمر هذا بحكم مرات الازدحامات اللي تصير. احكي لي اول شيء بالبداية، انت موظفة ولا ربة؟ لا موظفة. زين، بالعاده تتاخرين على الدوام ولا مضبوطه بالموعد؟ دائما اتاخر. زين، احكي لي، هم يخصموكم؟ لا، بس يعني من اوصل المدير يستقبلني. ايه. زين، ليش تتاخرين بالعاده؟ يعني عندي طفل وياي، هو انا معلمه. من قاعده الصبح ما يقعد وياخرني، هو ياخرني. دائما كان دوامي صباحي او عصري انا متاخره عن الموعد 10 دقائق. على مود ابني؟ على مود ابني. زين، ما حاولتي انه تضبطين هذا الموضوع؟ يعني ما حاولتي انه مثلا تقعدين فد 10 دقائق ربع ساعه او كيت حتى ينضبط؟ اقعد من وقت اني، بس هو ما يقبل يقعد. احكي لي، انت تداومين بمكان او لا ربت من؟ لا موظفه. زين، تتاخرين عن الدوام؟ والله مرات يعني التاخير يصير واروح ركض. زين، على المواعيد مالتش هم تتاخرين لو لا؟ لا، اني طبعا بالمواعيد يعني مضبوطه. هي اروح بالموعد المضبوط. زين، المواعيد المهمه كلش، هل سبق وان تاخرتي على واحد بيهم وتتذكري؟ لا، ما عندي اي تاخير. لا ابد. على الدوام لانه كل يوم وين فيصير اي شويه دائما اي نتاخر. اي صح. شنو اللي اخرج دائما عن الدوام؟ هي تعرفين انت. شنو سالفي لي؟ يعني ابني مرات يعني مدودي للمدرسه فيتاخر. اي. وازدحامات هم؟ اي مو اني هم عندي سياره، فمن اطلع بالسياره اتاخر بالازدحامات. لا الحمد لله وشكرا، انا بالمواعيد مضبوط يعني. دائما مضبوط، لان انا حتى من يصير في موعد وقت دائما تليفوني حتى اكون مضبوط بالموعد، لان اللي يخالف بالموعد انا اعتبره يعني شويه مو صحيح يعني. يعني تحس اكو عدم احترام؟ طبعا طبعا، دائما من اتواعد ويا اي شخص
بأي دائرة بأي مكان بأي دائما أكون قبل الموعد، يعني هذا طبعي من أنا وصغير دائما أكون قبل الموعد. زين شلون قدرت تضبط مواعيدك بهذه الطريقة؟ وعي هو مبدأ، مبدأ كل إنسان وعنده فد مبدأ. أنا الموعد كلش أحترمه، الوقت كلش أحترمه. يعني مثلا تبلش تطلع قبل ساعة من الموعد؟ اي طبعا لازم احسب حساب الازدحام الطريق، يعني تدرين احنا هنا شوي بغداد ازدحامات كلش قويه يعني، ومرات الصادفه فد تدرين الازدحام يطول ساعه ساعه ونص يعني اكثر. انا يعني فد يوم من الايام صار بي ازدحام ساعتين، فواحد لازم يحسب هذا الشيء. مشاهدينا ضيفتنا اليوم هي الدكتورة شذى الخياط، اختصاص جراحة نسائية وتوليد وعقم. راح تكلمنا اليوم عن الحمل المتعدد. صباح الخير عليك. يسعد صباحك دكتورة. صباح الفل والورد. اهلا وسهلا. طبعا دكتورة احنا راح نبلش باسئلتنا وياك، وموضوعنا مهم جدا اليوم. بس مثل ما شفتي استطلعنا سؤالنا التفاعلي مشاهدينا، شفنا اراء الناس، وطبعا الاغلبية خلينا نقول اكثر شيء كانوا كلهم يتاخرون وكلهم ما يجون على الموعد. يعني انا زين كنا نحكي خلف الكواليس، يعني ماكو شخص بينا ما فاته موعد مهم، ما فاتته حلقه يمكن يوم من الايام لان المخرج كان يحكي وياه. لا مرات تصير انه واحد خلينا نقول تاخذ النومه وينسى، ف يخابروا اخر شيء انه باقي لك 10 دقائق على الحلقه، انت وين بالضبط؟ صايره ويانا هاي المواقف اكيد، يعني كل واحد احنا بنريد نسالك دكتوره فاتك موعد مهم او يمكن في اليوم تاخرتي بالقعده. والله هي هاي القصه كل يوم تتكرر، خصوصا ويا الجراحين، لان خصوصا ويا النسائيه لانه احنا تيم وورك، يعني المفروض مثلا اذا عمليه قيصريه هذه القيصرية تكون يعني محدد الموعد، يعني يفترض بس تعالي جيبي التيم مال الأطفال على ما يجتمع ويا تيم التخدير ويا تيم، يعني فد معجزة إلهية على ما يجون كلهم حتى يصلون بنفس الوقت. أما إذا كانت الحالة طارئة فحدثي ولا حرج، إذا ولادة طبيعية على ما يتم التيم فهذا يعني أكيد أكيد يعني يكون طفل وصل للمدرسة يلا يجي طبيب الأطفال مثلا. زين دكتور احنا اليوم رح نحكي بموضوع يعني ما مطرحي هواية، اللي هو انت قلتي multiple pregnancy أو اللي هو الحمل المتعدد، فقولي لنا شنو الحمل المتعدد؟ الحمل المتعدد هو هسه راح ندخله من ناحيه يمكن ماكو طبيب حكاها مثل ما راح اطرحها اني، من ناحيه فلسفيه اكثر، لان بالاونه الاخيره دا تشوفون المشاكل اللي دا تصير للاطباء بمجتمعنا العراقي، واحنا من منبركم لازم نوعي السيدات المجتمع العراقي بهالخصوص هذا حتى يكونون بمنأى عن المخاطر. الحمل بتوأم او ما يسمى بالمالتيبل بريجنسي بالتعبير العلمي، بالانجليزي توينز، بالعراقي توأم، وبالكردي جمك يسموه الجمك. فهذا هو مشاركة أكثر من طفل واحد لرحم الأم في آن واحد، يعني يجون الأخوة قد يكونون متشابهين متناظر وقد يكون غير متناظر، يعني identical و non-identical، وحتما يكون الفرق بين ولادتهم بعض الدقائق إلى ربع ساعة. يحدث هذا يعني تلقائيا بدون تدخل العلم سابقا، نشوفه من كل 80 ولادة نشوف ولادة توأم واحدة، لكن بظهور التقدم العلم وظهور مراكز الإخصاب والأطفال الأنابيب والإنجاب المساعد الأسيستد بريجنانسي والكونسبشن، فبدينا نشوف هذه الحالة الفريدة من نوعها بالمجتمع بكثرة أكثر. ويمكن أنتوا الإعلاميين أو الإعلام بصورة عامة إلى فد دور كبير في تشويق الأمهات في أن يحققون هذا الحلم، من يطلعون على السوشيال ميديا لابسين نفس الشيء وشكلهم نفس الشيء، وطبعا هي هاي لقطة تعال شوف وراء الكواليس شنو اللي يصير بالأم وشنو اللي يصير بالأطفال، هذا طبعا ما راح يبين عندنا. هذا الجانب الجميل من التوائم، لكن إحنا كأطباء
الطبيب لازم يكون لازم قلمه أو مشرطه أو أداته بعلم زائدا أخلاق. أخلاقيا وعلميا الحمل بتوأم هو حمل صعب وحمل حرج وهاي ريسك وحمل يعني عالي الخطورة نسميه. فإحنا كأطباء المفروض ما نتعمد أنه نسوي للسيدة الحمل بتوأم، لكن كل هدفنا من وجود التوأم أنه نزيد فرص الإنجاب لدى السيدة. يعني مثلاً مو كل من هب ودب إجا يطلب، يعني هو ما يصير طبعاً بالطلب، مو كل دكتور لازم لأنه عنده سر المهنة يخلي مريضته يصير عندها توائم. تجيني سيدة مثلاً قريب 40 سنة عمرها، عندها حالة عقم أولي أو ثانوي، حتى أزيد فرص الحمل عندها راح أنطيها الأدوية اللي تزيد التنشيط مع المبيض، وصدفة يصير الحمل بتوأم تتلقح بويضتين أو أكثر. فبهالحالة هذه أنا ما تعمدت أنه أسوي عندها التوأم، بس صار التوأم we will switch، يعني لازم تتغير الأخلاقيات أنه أساند هذا الحمل. زين، نعرف أنه بكل شيء دكتورة أكو مشاكل، هل أكو مشاكل خاصة بالحمل بالتوأم غير المشاكل اللي تصير بالحمل بالجنين الواحد؟ طبعا بالسينجلتون هو رب العالمين واحد ويحب الواحد، الحمل الواحد هو الحمل الماشي الطبيعي. لكن التوأم لا، هو يعني يحمل يعني الجهتين، التو سايد اوف ذا كوينز، الطره والكتبه، بها مخاطر على الجنين وعلى الاجنه وعلى الام. على الجنين أكبر مخاوفنا هو أكبر مخاوفنا هو الولادة المبكرة، لأنه الرحم هو كجعبة احتمال ما يستوعب أطفال 2 أو أكثر، فينبسط جيب المياه مال السيدة على عمر كلش صغير من الجنين، مثلا نهاية السادس أو السابع، وبهالحالة هذه راح يحتاج إلى الحاضنة والخدج وما أدراك ما مشاكلها، ودائما يكونون يعني اذا نجحوا انه يعيشون ويصمد الطفل هذاك الوقت يكون عنده مشاكل بالقدرات الدماغيه وشبكيه العين يعني. والتنفس، قسم منهم يبقون على البخاخات، قسم منهم يفقدون البصر، يعني فتشي يعني حرام انه تعرضين مريضتك هيك حامل خطر. زين، اما بالنسبه عفوا غير هاي المشكله، يعني هسه احنا كل سامعين انه صح ممكن يصير قد هاي مشاكل هذا الطفل، هل اكو مشاكل ثانيه ممكن تاثر عليه غير هاي المشكله انه الولاده اكو المبكرة؟ مشاكل خاصه يعني ما نشوفها بالحمل السنجلتون بالطفل الواحد، هي مثلا مشكله مشاركه الاجنه بالمشيمه، نفس المشيمه، فيصير مثلا اخ ياخذ حصه الاسد واخ ياخذ حصة قليلة من الدم، فهذا يموت من فقر الدم وهذا يموت من، يعني اثنينهم بخطر، هذا من التخمة وهذا من الجوع. أو مثلا يكونون نفس الكيس ويتحركون فيلتف الحبل السري على اثنينهم ونلقيهم اثنينهم متوفين. هذه الأشياء ما نشوفها بالحمل الواحد طبعا، وغنيين عن التعريف المأساة اللي نشوفها اللي يسموها المونستر، اللي يكونون ملتصقين برأسهم أو صدرهم سمي. أو نشوف العمليات ايش قد تستنزف الأطباء الخبراء والساعات اللي يصرفون بها على التخدير حتى يفصلوهم للتوائم، وأحيانا كثيرة يعني ما تنجح هاي العمليات، هاي ما نشوفها بالحمل الواحد. لكن بنفس الوقت يحمل المخاطر جسيمة على الأم، عددي وياي مثلا الوحام كل شيء ضربي في 2، الوحام راح يكون يدوبل يعني أكثر. واحيانا اصلا اكثر الضربي في 5 وفي 6 اعراض الحمل. الاجهاض يكون اكثر، التشوهات بالاجنه تكون اكثر. الولاده المبكره اللي هي اكبر مخاوفنا، يعني الضغط السكري، الضغط يصعد 2-3 فولز يعني أكثر من الطبيعي. السكري أيضا، تخثر القيصريات، العمليات، بقاء المريضة في المستشفى أكثر، النزف ما بعد الولادة أكثر، الترهلات والانفتاق مال عضلة البطن والخطوط الستريتش ماركس اللي هي كل شيء تنزعج منها السيدات راح تكون حتما أكثر.
كثير كثير بتعقيدات، وبالخارج في أوروبا أكو عيادات خاصة بس تشوف التوائم. يعني السيدة الحامل بتوائم ما تروح لأي طبيب عادي طبيبة. لازم، ليش؟ لأنه الدولة تصرف، أكو الإنشورنس عندهم، هم مبدأ الإنشورنس، فالدولة ما تريد تحط فلوسها إلا في مكانه. يعني هذه الدكتورة خبيرة في حمل التوائم تروح لهناك حتى ينجحون العملية. ليش؟ لأن إذا صارت ولادة مبكرة راح يدخلون الأطفال إلى الخدج، الخدج الحاضنة مثلاً تكلف تكاليف أكثر، يعني راح تكون فشوف كلها محسوبة يعني بدقة بهذه. وخلوا قوانين، يعني إحنا للأسف هنا بالعراق مراكز الإنجاب ما عندها القوانين. مثلاً تجي السيدة عندهم في أوروبا، السيدة تحت 35 سنة فرص الحمل عندها تكون أحسن من السيدة اللي عمرها قريب 40 سنة، فيرجعوا لها طفلياً بس جنينياً يرجعون على أمل أنه إذا فشل هذا الحمل راح يرجعوا لها على كم مرة لأن عندها وقت. لكن المرة اللي قريب 40 سنة يكون ما عندها وقت يرجعوا لها 3 أجنة فقط، ماكو شيء اسمه يرجعون 4 أجنة و5 وينجحون كلهم. هذه اللي تشوفوها على السوشيال ميديا مثلاً 12 طفل و8 أطفال هذه تكون فد نوع من الدعاية اللي بعيدة عن فلسفة العلم. يعني دا ينجحون فتح حمل حتى نقول واو، ويعني هذول الأطباء كلش راقين وكل، بس هذا أخلاقيا يعني ما مسموح به، ممنوع أصلا. يعني قصد الدكتور هذا الشيء هو مصطنع؟ يعني لا هو مثلا نجحت أنه تنتج 12 بويضة المرة ولقحوها كل هالأجنة ورجعوا مثلا 6. هذا ماكو هيك شيء، ماكو هيك عقد بالدول اللي تحترم الانسان. لازم يترجعون 3 فقط على امل انه واحد اذا فقد منهم يبقون 2، او 2 اذا فقدوا منهم ما كملوا البروجريس مال الحمل هذاك الوقت على الاقل تحضيلها بطفل واحد. لكن يصدف انه ينجحون 3 انه يعيشون. وأحياناً كانت قبل أنه يرجعون 4 أجنة ويصدف أنه ينجحون 4، فبهالحالة هذه راح يقتلون الطفل القريب على عنق الرحم. يعني أنت دكتورة اليوم دا تقولين مو بالحالة العادية، بالحالة الغير اعتيادية هذا مو فشي طبيعي، هذا كله بالأسيستد بريجننسي، يعني الكونسبشن الإنجاب المساعد، يعني اللي يساعدون بها. مثلاً مرة سيدة عندها عقم، لكن سيدة هي مثل الورد وما بيها شيء وما عندها تاريخ وشاب، وهذه على أي أساس أني أنطيها محرض؟ هسه المشكلة المنشطات صارت يعني مثل drugs on the counter، يعني كل السيدات العراقيات سيعرفون الحبة أم 50 ملغرام اللي تأخذها سوسن وتنطيها السوزان، وهاي يعني عادية. يعني هذا شيء صار من الواقع العراقي للأسف، يعني مثل الباراسيتول كلهم يعرفون اسمها. زين هسه احنا دائما نسمع دكتورة انه المرأة الحامل تصير تاكل ضعف لانه تحس نفسها انه هي حامل ودا تاكل عن شخصين. زين طبعا هذه حامل التوأم. انصح كل المشاهدات العراقيات انه يرجعون الفيلم الحفيد مال ميرفة امين وعبد المنعم مدبولي، يمكن في يعني بفريزات، يعني مقولات قالت يعني بالضبط من مجتمعنا، انه الجاهل ينزل منا لازم نحط بمكانه دجاجه منا، او لازم تاكلين مال نفرين، واذا توأم ثلاثي لازم يعني اربع نفرات كباب تنزل. هذا الشيء يعني لا طبعا كل طفل، كل بيبي لازم تزيد السيدة الحامل 400 سعرة حرارية فوق الغذاء مالتها. يعني إذا توأم راح تزيد 800، فهذا ما يزيد عن مثلا كوب حليب إكسترا يعني للأكل مالتها. لكن تعرفين احنا اكلي على مود تتغذين واكلي زين. هل اكو مضار يعني اذا هي فعلا كثرت بالاكل وزودت شنو ممكن حتماً المضار؟ حتما الوزن يا سيدتي، الوزن يعني يزيد كل شوية، هي ما مسموح لها يزيد وزنها غير من 9 إلى 11 كيلو اثناء مسيرة الحمل كلها. بس اذا تجين يعني انا عندي مريضات يعني من يدخلون علي وزنهم 3 أرقام يعني 125 130، يعني هذا مخاطر. يعني هذا احنا ما نجي نقول رأسا مثلا هذا المريض ما تيم فلان دكتور،
ماكو هيك شيء، هو اكو فد خلل صار بهذه العمليه كلها. اكو فد حلقه انفقدت بمسيره هذا المريض بحيث وبقصته، بحيث اهملها الدكتور او ما انتبه لها او ما حمى نفسه من ناحيتها وما فتح عين المريض عنها، فلهذا صار الخلل. والا انسان يعني ما ممكن يفقد حياته الا اذا كان عنده فد شيء تحت الارض ما انكشف، ما انكشفت الخفايا والاسرار. فاذا هي وزنها 3 أرقام 3 ديجيتس قبل ما تبدي الحمل، تتوقعين ايش قد راح توصل على ويا انحباس السوائل؟ ويا طبعا كل كيلو يسحب له اكثر ماء، فراح يصير جسمها على نهايه الشهر التاسع محبوس به سوائل كلش هوايه. هذه حتى العمليه القيصريه ما راح تلزم، ماكو خيط يلزم القيصريه، اكيد راح ينفتح الخيط. هاي ابسط مشاكلها، غير التخثر، غير يعني احنا نحب المريضه الرشيقه تجينا لانه ورا 6 ساعات من القيصريه نمشيها نحركها. مو تسوي حميه يعني بهاي الحاله؟ مو هو نرجع على رعايه الحمل، هو فن ويبدي قبل 3 أشهر من بداية الحمل. يعني أنت لازم تشوفين السيدة قبل 3 أشهر من ما تنوي، أنه ماكو شيء اسمه يلا خلي نسوي طفل بيبي، ماكو هذه التلقائية. بعد لازم أكيد قبل ما تدخل أو تنوي الحمل لازم تتعبى جسمها بالفيتامينات، فيتامين دي يتعدل، الغدة الدرقية تنشاف، وزنها يتضبط، السكري، الضغط، كل هذه يعني تعبدين الطريق للحمل، ويتعبى جسمها بالفوليك أسيد. هذا يعني صار من المسلمات، كل السيدات العراقيات يعرفون. وبعدين تنوي على الحمل. من تدخل الحمل حتى أسنانها مرات يعني من الخطأ أنه مثلاً 3 أشهر هي حامل وتقول لك والله سن العقل صار لسنتين دا يوجعني، هذا روش، هذا مو شغل. رعاية الحمل هو فن أكثر مما هو يعني علم زائدا فن، وكل مشروح وكلنا الدكاترة العراقيين كلنا قاري. فمن غير المسموح أنه تكون السيدة عندها مشكلة وتراكمها أثناء الحمل، أكيد راح يكون حالها صعب. طبعا دكتورة موضوعك كلش مفيد، ونتمنى كل المشاهدين استفادوا من عندنا. شكرا لوجودك ويانا. يعني شكرا لك جدا. أهلا وسهلا مشاهدينا، راح ننتقل وياكم مباشرة إلى استوديوهاتنا في دبي مع ميس ورولا. يسعد صباحكم صبايا. صباح الخير زين، صباح الخير زهراء، يسعد لي صباحكم ونهاية أسبوع من عندنا من استوديوهات دبي. طبعا احنا هذا اليوم دائما مميز لأنه عندنا مواضيع متعددة ومتنوعة وكلها راح نحكي بها، واليوم موضوع الأتيكيت أكثر شيء. اليوم موضوع الاتيكيت والوقت، شلون الواحد نقدر نلتزم بالوقت. وحابة شنو رأيكم؟ حابة أوجه لكم السؤال أنا أول، انه هل سبق وان تاخرتوا على موعد مهم وشنو كان عذركم؟ انت وزهراء. احنا المخرج دا يقول احنا انجليزيين بالمواعيد، لانه مرات احنا نتاخر. يعني يمكن ميس كانتنا مرات شافت واكبت هاي المشاكل، لانه احنا بهذا الشغل فدا نحكي عن هاي البيئه منا. مرات يصير يكون عندنا حلقه او شيء فواحد يتاخر، انا اتاخر او زهراء او احد المقدمين، بس اهم شيء العذر. صراحه احنا عندنا جو وما لازم نتاخر. انا بصراحه افكر من جانب ثاني ميسولة، أنا أفكر من جانب أنه ممكن تروح عليك لحظات وأشياء يعني مهمة وحلوة بالأشياء اللي ما أجيتيها. يعني نفرض أنه أنت اليوم ما أجيتي على الشغل، أكيد ما حيصير حدث حلو، أكيد ما راح يصير فد موقف مضحك. فهذا أهمين أحس بالشغلات المهمة اللي لازم نذكرها. هذه عبارة بالإنجليزي يسموها FOMO، Fear of Missing Out، الخوف من أنه يفوتك شيء أو أي لحظة بالطلعة. أنا أشهد أنه زهراء من النوع اللي عنده هذه المشكلة، تخاف أي شيء يفوتها، لازم تكون متواجدة بكل الطلعات وكل المناسبات، وحتى إذا كان أكو حلقات لازم تلاقي زهراء موجودة ورا تشوف، أخاف يروح عليها شيء. هذا الشيء حلو، معناها هي عايشة اللحظة. أيه. بالفعل أنا أحب الأشخاص اللي يلتزمون بهاي الأمور. أيه. زهراء وزين، عندنا طبعا المواضيع اللي مثل ما قلنا عليها عن الوقت والموعد، فعندنا أخصائية أتيكيت من الضيوف اللي راح تكون ويانا اليوم، راح تحدثنا عن شلون الواحد يقدر ياخذ الأمور من ناحية الأتيكيت. فخليكم ويانا، راح نكمل فقراتنا من استوديوهات دبي ونرجع لكم لاستوديوهات أربيل بعد شوية. عليكم الجو.
أما الآن مشاهدينا نرجع نذكركم بالسؤال التفاعلي لحلقة اليوم، أنه شنو هو الحدث أو الموعد المهم اللي فاتك نتيجة تأخرك وعدم التزامك؟ طبعا من هواية التعليقات اللي شفناها ميس، أكثر تعليق جذبني صراحة، أنا ما أتأخر على موعد مهم، ولكن إذا كانوا لي أصدقائي أتأخر وعلى كيفي، همي أنا واحتمال أكون هسه قاعد من النوم هم مبلشين الطلعة. طبعا هذا اللي ياخذ راحته عن أصدقائه اللي يقول لك صديقي ما يحاسبني. أحس كلنا هيك، أحس إحنا من طالعين جروب أصدقاء أو شيء، لا واحد يجي ورا ساعة واحد ورا يجي ساعتين، اصلا الموضوع عادي وحتى ما نتعاتب. بعض تحكي عنا في السهره لانه هي تتاخر ساعه ساعتين، بس هي عبالها ما تتعاتب، بس هي تتعاتب. مره تعاتب، مره سويتها وتعاتبت. ميس، شنو اكثر المواقف اللي حسيتي نفسك انه انت تاخرتي بها ولازم انه انا ابرر ولازم احكي و يعني اعطي موضوع، يعني اعطي سبب اللي طلعتي او تاخيري؟ شوفي، مو انا بالنوع شخص ما احب اكذب، يعني اذا تاخرت على شيء ما احب افاول. كواية ناس تقول انه والله صار حادث، تاير بانشر، يعني يطلعون عذار يفاولون على نفسهم. فهذه الاشياء اللي ما احب اني اكذب بها، اكون واثقه خلاص يا راحت علينا ولا. بس الموقف اللي اكثر شيء انذكر بالتعليقات وهمنا صايره وياي موعد الطياره، لما تفوت الطياره فانزعج وانا اكذب. هي مو اكو موقف في اليوم صار وياي، مو موعد الطياره، وانما انه اني مفكره انه الطياره بيوم والطياره كانت بيوم ثاني تماما. فاني رايحه المطار عادي، طيارتي وين؟ طيارتي وين؟ لغوها. شنو اللي صار؟ اني اصلا متكنسله الطياره مالتي، واني ما ادري، وبغير يوم وبغير ديت جاي للمطار متونسه بدي اروح خلاص. هاي ماشي على المواعيد، صح؟ ماشي على المواعيد كلش صح. ننتقل من هذا موضوعنا الى نشرة الاخبار ويا سمراء. يسعد صباحك. يسعد صباحكم رولا وميس. صباح الخير. سمعتي موضوعنا؟ حسألك عنه بس بعد الاخبار. اوكي، صباح الخير مشاهدينا، واهلا بكم الى اولى وقفاتنا لنهار اليوم مع هذا الموجز الاخباري من برنامج صباح الشرقية، نستهله من العراق، إذ تخلد عشرات الكتب والمؤلفات بثلاث لغات سيرة المؤرخ والدبلوماسي نجدة فتحي صفوت بعد 9 سنوات على رحيله. وتحتضن كركوك واحدة من أهم المكاتب المعرفية لمؤلفات المؤرخ الراحل، بالإضافة إلى مئات الكتب التي اقتناها ووضع عليها ملاحظاته، فيما يستعد مثقفون لافتتاح مكتبة خاصة لأعماله أمام القراء والباحثين. نبقى في العراق ولكن مع موضوع آخر، تربية الجياد العربية. يسرد العراقي حاتم عويد تفاصيل قصة شغفه ومتعته الحقيقية في التعامل مع الجياد العربية بعد أن تطورت علاقته بها على مدى 30 عاما، إلى أن أصبح أحد القائمين على تربية الخيول ورعايتها. وأضاف عويد الذي يعمل في مربط خيول بكربلاء أن عدد الخيول بعد 6 سنوات زاد إلى حوالي 80 خيلا، معظمها من السلالة العربية الأصيلة وبعضها هجين مع سلالات مختلفة. تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في البصرة جنوبي العراق مقطع فيديو يوثق عرسا بطريقة جديدة لسائق شاحنة يظهر فيه طابور من الشاحنات المزينة تجوب شوارع المدينة وتزف سائق الشاحنة وعروسه، حيث يقود تلك الشاحنات أصدقاء العريس الذين يعملون معه في المهنة نفسها، وهي قيادة نقل البضائع بالشاحنات. يعني عرس على غير العادة. أعلن مركز الشباب العربي إطلاق الدورة الرابعة لبرنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة في نسخة خاصة تنطلق ورشها وفعالياتها من جناح الشباب في معرض إكسبو دبي 2020. وقال المركز إن الدورة تهدف لتمكين 50 من المواهب الإعلامية العربية الشابة من 16 دولة عربية وتزويدهم بالمهارات والقدرات والتقنيات الإعلامية التي ترسخ الأمل والإيجابية لدى الشباب العربي الموهوب وتعزز مستقبله المهني في القطاع الإعلامي وتسهم في بناء منظومة إعلامية عربية تواكب المستجدات وتصنع الفرص.
نجح فريق من العلماء مؤخرا في إنماء أرجل الضفدع أو الضفادع المفقودة باستخدام توليفة من 5 أدوية، والتي من المستهدف اختبارها على الثدييات في مرحلة لاحقة بحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية. وتمكن فريق من باحثين أمريكيين من وضع توليفة الأدوية في غطاء من السيليكون يمكن ارتداؤه لإعادة نمو الأطراف المفقودة لضفادع بالغة، وعلى مدار 18 شهراً تمت استعادة أطراف الضفادع لتعمل بكامل طاقتها تقريباً. عشية عام النمر الصيني، أطلق مركز تكاثر في مقاطعة بجنوب الصين حملة للحصول على أسماء زوج من أشبال النمور يبلغان من العمر شهراً واحداً، ويمكن للناس تقديم اقتراحاتهم على موقع مجموعة China Media Group، وسيتم الإعلان عن الاسمين الأكثر شهرة في 15 من شباط فبراير الجاري، وولدت الإناث التوأمة من نمور جنوب الصين المهددة بالانقراض في 31 من شهر ديسمبر الفائت في قاعدة أبحاث التكاثر. قالت الحكومة اليابانية إنها وافقت رسمياً على ترشيح عدد من المناجم لدراسة إدراجها في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وذلك في تحدي الاعتراض من كوريا الجنوبية. وكانت سول قد عارضت هذه الخطوة قائلة إنها غير ملائمة لأن عمالاً كوريين أجبروا على العمل هناك إبان فترة استعمار اليابان لشبه الجزيرة الكورية في الفترة ما بين 1910 و 1945، وهو ما شمل فترة الحرب العالمية الثانية. ونختم موجزنا بهذا الخبر. أدى عشرات الأطفال بمن فيهم ابنة رائدة الفضاء الصينية وانغ يا يينغ رقصة حلم النجوم في حفل عيد الربيع عشية رأس السنة القمرية الصينية الجديدة. وصرخت الابنة البالغة من العمر 6 سنوات في السماء: أمي من فضلك اختري نجمة لي، عند أدائها على خشبة مسرح مهرجان الربيع. واستجابت وانغ لنداء ابنتها لاحقا بإرسال أمنيات السنة الجديدة إلى الحفل من خلال مكالمة فيديو مع زملائها من الفضاء. لهذا الخبر نصل إلى ختام هذا الموجز، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الشرقية مع ميس ورولا. إليكم سمراء، معودتنا دائما الأخبار المنوعة عندك كلها حلوة واحدة أحلى من الثانية. يعني من العرس اللي زفوهم بالشاحنات إلى البنت الطفلة. أنا السؤال يعني العروس كيف قبلت؟ غالبا النساء يعني عندهم تحفظات وتفاصيل بالعرس، ولازم يكون كذا ولازم يكون كذا. يمكن طبعا لرغبات، تعرفين يعني اصدقاء ومجموعه تلقين هو طالع وسوى هاي الشغله بسيطه، يمكن هو معوضها بغير شيء. اتوقع يعني هم طريقه مميزه ما حد يسويها من قبل. طلع بالاخبار بعد. بالضبط. سمراء، احنا اليوم عندنا موضوع التاخير والوقت والالتزام بالوقت. انت من الاشخاص اللي يلتزمون بالوقت ولا لا؟ على حسب يعني شو؟ احيانا لا، يعني تفلت مني الموضوع الالتزام بالوقت. احيانا الاشخاص اللي حواليك هم يعني يكون هم يساعدون على التاخير، هم متاخرين انا اتاخر. بالضبط بالضبط. يعني اذا مثلا مقابله عمل احرص انه انا اكون بالموعد، اذا طلع مع اصدقاء غالبا انا متاخره. الواحد يدور مصلحته. بالضبط. شكرا لك سمراء، شاركتي رايك. رولا، اتوقع اللي نتعلمه حتى من الناس اللي تعلق على السؤال التفاعلي لحلقه اليوم عن التاخير والمواعيد، انه اغلبيه الناس لانه الاصدقاء يعرفون انه القعده راح تطول، يعرفون ايش راح يسوون مع اصدقائهم، ولكن لما يروحون على مقابله عمل ما يعرفون، يعني مجهول المدير منو راح يكون، اذا تاخر ايش راح يصير، فمضطر انه يروح قبل بوقت. اضافه الى هذا الموضوع ميس، انه الشخص الرايح على مقابله عمل هذا الشيء يخص مستقبله بالفعل، يكون ملتزم 100%، اما طلع ويا الاصدقاء فهي اكيد مستقبله، بس مستقبله باشياء تضحك تونس تزيد طاقته، فلهالسبب هو يروح على كيفه ويكون مرتاح.
ومن هذا الموضوع إلى كاميرا صباح الشرقية اللي توجهت لتسلط الضوء على مصممة عراقية درست فن الطباعة في كلية الفنون الجميلة، وبانتقالها اللي عايش في إسطنبول حبت أنها تستثمر نجاحها بالدراسة وصارت تشتغل بالطباعة على الأقمشة. خلونا نتابع إسراء من إسطنبول. مرحبا، أنا إسراء، ساكنة في إسطنبول، خريجة كلية الفنون الجميلة قسم تصميم طباعي. عملي حاليا هو الرسم على القماش، أرسم على العباءات والبشتات والقلابيات. طبعا رسوماتي أستخدم بيها الأحجار الكريمة والألوان الخاصة بالقماش والدانتيلات المطعمة بالبولك. طبعا الأعمال الرسم اللي أرسمها على القماش لا تتأثر بالغسل، تبقى على شكلها. تميزت أعمالي هنا بالرسومات البغدادية الشعبية التراثية، حبيت أوصل فكرة حضارتنا وتاريخنا للجاليات العربية. أدخلت بها الرسومات السبع عيون الكف، ومع إدخال الطابع العربي هي الشماغات في أعمالي، كانت دائما أعمالي تراثية. طبعا هاي العباية اللي تشوفوها من رسماتي اللي دخلت بيها اللون الشذري، العين الفرعونية، طبعا شيء جديد. حبيت أغير الأعمال مالتي، فكانت إدخال الألوان بطريقة متناسقة، الذهبي والتركواز والأبيض، أنطقة جمالية للبشت. العباية الثانية اللي تشوفوها هي العباية بالأحرف العربية اعتزازاً باللغة العربية، مع إدخال اللون الشذري أعطتها حركة للعباءة. تنوعت أعمالي ليست فقط على الرسم، وإنما إدخال الدانتيل، وأدخل بولك، أدخل كبيرات، أدخل أحجار كريمة، أعطت للقطعة بهجة. هذه الأعمال دائما تكون مميزة عندي. كل امرأة عربية أو عراقية إذا ما حالفها الحظ بفرصة عمل أن تصنع لها فرصة عمل من داخل دارها. على هذا التقرير الجميل، والطباعة على الأقمشة فعلا فن
أكثر من رائع، وأكيد يتطلب وقت ومجهود جدا طويل وكبير وطولة بال، وهاي الأمور اللي على سيرة المواعيد يعني الواحد لما يطلب فد قطعة معينة، يطلب فد ملابس، يكون خلاص يعني متحمس ما يقدر ينتظر، فبالذات المصمم لازم يكون على الموعد وما يتأخر في الطلبية وفي تصميم هذه الأشياء. أتصور ميس أكثر الفنانين أو الأشخاص اللي يصممون يتعرضون للضغط. الضغط هو أنه أنا لازم أسلم القطعة في تاريخ معين ضمن يعني وقت معين، فالضغط يزيد عليه. في حال إذا تم تأخير أي أوردر عليكم انطول شوية وقت، لأنه بالنهاية هذا إبداع. موضوع رولا حلقتنا عن التأخير بالمواعيد، وش قد ممكن تفوتنا أو تفوتنا أمور بسبب هذا التأخير. ضيفتنا لليوم اختصاصية أو أخصائية بالأتيكيت مروة ناثر، واللي راح تكلمنا عن أهمية الوقت وتنظيمه. صباح الخير. صباح النور. احنا ما نسمع الصوت، لو أحد يوصل لنا الصوت مال أروى. مروة تسمعيني؟ صباح الخير. أي. أنا أسمعكم. أي نسمعك مروة. صباح الخير مروة. بداية، في حال تأخرنا عن موعد مهم، شنو هو الإجراء أو التصرف اللي لازم نسويه؟ طبعاً بالدرجة الأولى هو أتيكيت المواعيد، إنه هو احترام النفس قبل احترام الأشخاص. لازم إحنا نكون نحترم الوقت، نضيق نفسه. بالإضافة لهذا إنه إحنا من تأخرنا على الموعد، لأن إحنا عندنا المواعيد مثلاً أنواع، عندنا مواعيد مهنية، مواعيد بين الأصدقاء، مواعيد رسمية. فبهاي الحالة إذا تأخرنا على الموعد لازم نعطي خبر للشخص اللي إحنا متجهين إليه أو للعمل اللي متجهين إليه على الأقل قبل ساعة، ومو نرسلها عبر إنه واتساب أو إيميل أو شيء، لا، لازم تكون مكالمة هاتفية. في حال عدم الرد على المكالمة الهاتفية ممكن إنه أرسال نصية حتى يكون إنه عنده علم الشخص اللي إحنا متجهين إليه. بهاي الحالة إنه هو حيكون معذور، لأنه عذره راح يكون قوي في حال الشخص اللي دا ينتظر راح يعذره. طيب. هذا المفروض إنه يكون. طيب مروة، في حال إحنا حبينا إنه نأجل هذا الموعد، شنو الوقت اللي ممكن إحنا نأخذه على مود نبعث الرسالة أو نتصل قبل بكم يوم أو قبل كم ساعة؟ يعني شو وقت لازم نعطي خبر؟ تحدثت قبل قليل إنه أنواع المواعيد مختلفة من كل شيء. مثلاً بين الأصدقاء كطلعة طبيعية، أوكي ممكن قبل ساعة إنه أعتذر وما أقدر أطلع لسبب ما. مثلاً إذا دعوة عرس وأني مدعوة بوقت محدد أو تاريخ محدد، بهاي الحالة إنه أنا لازم أعطي خبر مثلاً قبل يومين من إلغاء الموعد اللي أنا مثلاً اللي دا أروح للمناسبة، لأن تعرفين مثلاً المناسبة كحفلة عرس أو مهر، الأشخاص اللي هم داعين الشخص المهيئين لهذا الشخص باكت كامل إلى مثلاً كمكان، كأكل، كمراسيم كاملة إلى، فلازم أنا مثلاً قبل يومين أنا أعتذر، وهذا المفروض أنه يكون. مروة، في هذه الأمور في حال أنه نعرف قبلها بيوم يومين ساعة أنه رح نتأخر على الموعد، ولكن إذا نقلب شوية الأمور ونكون إحنا في الطرف اللي دا ننتظر الشخص اللي رح يوصل متأخر، ممكن طلعت قهوة، ممكن موعد ويا أصدقاء، تجي هي مثلا بتكون على الطريق ودا تتأخر، إيش قد إحنا المفروض ننتظر يعني نص ساعة ساعة قبل ما إحنا نتصل ونقول للشخص وينك بعدني دا أنتظر؟ أو هل من الأتيكيت إنه ما نتصل أصلاً، نظل ننتظر حتى لو ساعات طويلة؟ شنو الطريقة الأصح بهذا الموقف؟ الطريقة الأصح والتصرف الصحيح والسليم بهيجي حالة إنه كمكسيموم 10 دقائق ننتظر فوق الموعد المحدد. 10 دقائق بعدها إذا صار أكو تأخير زيادة ممكن إنه إحنا نتصل، لأن إحنا هم عندنا التزامات. مثلاً إحنا مثلاً من متجهين لهذه الطلعة، أنا مخصصة مثلاً وقت ساعة أني ألتقي مثلاً بالأصدقاء أو عمل أو أي نوع من أنواع المواعيد، فأني هم ملزمة بوقت، فمكسيموم 10 دقائق فوق التأخير بعدها أنه أني أتصل وشوف أنه هو اللي متجه لنا أنه شنو عذره. في حال إذا أنه بسبب ازدحام الطرق أو صار ظرف طارئ، أكيد إحنا رح نعذره وننتظره، مثلاً يقول أنه أنا 10 دقائق وواصل،
فأكيد إحنا عرفنا ضعفه وراح نقدر طيب. الوضع وراح ننتظر. طيب مرة الالتزام بالمواعيد هي من الأمور اللي تعكس دائما الشخصية الملتزمة اللي دائما على الوقت اللي دائما الأشخاص يحبون يتعاملون وياها لأنه ما يضيعونهم وقت، ولكن بعض الأشخاص يحبون إنه يتعلمون شلون ينظمون وقتهم وشلون يوصلون على الوقت المحدد. أكو طرق معينة الواحد يقدر يستخدمها على مود يوصل على الوقت ويتجنب الإحراجات؟ بالضبط هذه نقطة كلش مهمة وكلش تعكس ونظرة وشخصية الشخص المقابل إنه هو يكون شخص مهني أو غير مهني. فإحنا حتى نتجنب هذه الإحراجات ممكن إنه أنا أطلع قبل الوقت المحدد يعني قبل ساعة. أنا هاي الساعة إنه كل شيء أتوقع بها مثلاً ازدحامات الطرق صار شيء يعني بالطريق أو whatever يعني هاي الأمور. فإنه أنا location المكان لازم أنا قبل بيوم يا إما على الخارطة ممكن إنه أنا أحدد المكان وأتجه إلى إنه أنا أندل أو قبل بيوم ممكن أني أتجه المكان أشوف المكان يعني مكانه وين حتى مكان السيارة ممكن شلون أركنها في سبيل إنه ما أضيع وقت وأوصل على الوقت المحدد في سبيل إنه أني لا أصير بموقف محرج. مروة وهي من الناس علقوا على شبكات التواصل الاجتماعي على سؤالنا التفاعلي لحلقة اليوم اللي هو عن هذا الموضوع، قالوا إنه الأغلبية تروح تفوت عليهم نومة أو ينام الصبح، فأني حابة أعرف من عندك لأنه كنا دا نحكي بيه أنا ورولا قبل شوية إنه هل الشخص من النوع اللي ممكن يطلع عذر أو يكذب لأنه يستحي يقول إنه راحت عليه نومة، بالذات إذا كان موعد عمل إذا كان موعد مهم، ما يعني يشوف نفسه منحط في موقف انه ما يقدر يقول للمديره او للشخص اللي رايح يقابله والله راحت علي نومه لهالسبب انا تاخرت، فيطلع عذر ممكن العذر هذا يفاول على نفسه ممكن يكذب. فشو هي الطريقه الصحيحه في حال الواحد راحت عليه نومه ويريد يكون صريح ولكن بنفس الوقت الاسلوب الصح او ممكن من ناحيه الاتيكيت بما انه هذا اختصاصك، شنو الواحد لازم يسوي في هذه الحاله؟ هي النقطه الاساسيه بهذا الموضوع انه تنظيم الوقت تنظيم الوقت كلش اساسي. شلون انه ممكن اني كموظفه من واجباتي المهنيه هو احترام الوقت، اني على الاقل اذا انه اكو اشخاص تروح عليهم نوم او شيء انا ما اعتبره هذا عذر لان كل شخص هو مسؤول عن تنظيم بس يوم. شنو يسوي يعني شنو يقول له مثلا انه هو يعني طريقه الاعتذار او شنو تقول زي بالضبط يعني بالضبط. طريقه مو ما يعتذر ممكن التبرير او هل يكون صريح ويقول لمديره انه راحت علي نومه وانا اعتذر او هل يكذب عليه ويطلع عذر ثاني حتى لانه مثل ما قلتي انه الواحد اللي يروح عليه نومه هذا مو عذر يعني المفروض ينظم وقته. ففي حال انه ما يريد يبين انه هو شخص مو ملتزم بالوقت وما يعرف ينظم وقته فيكذبون، فشنو الطريقه الصحيحه بالاتيكيت الواحد يكذب؟ انه لا مستحيل انه لانه بالتالي هو سواء انه هو ما لازم يعني يكون صريح ويا مثلا كهو موظف تاخر على عمله لازم يكون صريح ويعطي تبرير صريح لانه هو لازم يعطي هذا التبرير حتى انه يكون بالحالتين طبعا هو راح يكون موقفه مو حلو لانه ما يصير انه خاصه المواعيد المهنيه لازم تكون بموعدها وما يوجد اي تبرير لها، فما ممكن انه هو يكذب لازم يكون صريح. فاكيد هو مسؤول العمل هو راح يتصرف وراح يوجه له مثلا عقوبه او اي شيء بس هو لازم يكون صريح. مروه ناثر شكرا لك لانه تواجدتي اليوم ويانا، طبعا وفرتينا معلومات كلش حلوه، ان شاء الله نشوفك بحلقه ثانيه. شكرا لك. شكرا لكم. طبعا رولا انت من النوع اللي راحت عليك نومه تقولي تكوني صريحه وتقولي راحت علي نومه ولا لا؟ انا اصلا ما اروح ابعث مسج او اتصل للشخص اعتذر له واقول له انه 1 2 3 انه انا لا انا مثلا كنت كلش تعبانه اليوم اللي قبله فاني يعني حضغط على نفسي اكثر اذا انا اجيت واني مرهقه، فلا اكنسل احسن لانه عيب انه الواحد يكون لا ابالي تروح علي نومه على مود موعد يعني مهم واقدر. هي المشكلة مو هنا رولا، هي المشكلة انه الشخص اللي صدق راحت عليه نومه ما يقدر يقوم حتى يدز هذه الرسالة ويقول له انه كنسل الموعد، فتلاقي الطرف الاخر ده ينتظر وهو بالمكتب او في مكان معين وهذاك نايم بعز نومه وده يحلم ومتونس. فمثل ما ذكرت مروة انه احسن شيء الواحد ينظم وقته يحط منبه اذا من النوع اللي نومه ثقيل، لانه احنا بنحكي عن نومنا هاي اكثر التعليقات رولا اللي جاي لنا ناس تفوتهم النومه او
وما يشوفوا المنبه أو الجو بارد. نايس من أكثر التعليقات اللي جذبتني مثل ما ذكرتي أنه أشخاص تفوتهم النوم، أكو أشخاص يبقون سهرانين على مود يوصلون للموعد، يخلصون الموعد ويرجعون ينامون. أشخاص يصير عندهم توتر إذا عندهم موعد معين، لا أخاف أتأخر، أخاف يصير شيء. طبعا بعض الأشخاص هم موقف صار وياي أنه أنا رحت قبل الموعد بساعة بس أنا علقت بالزحمة، يعني شنو أسوي؟ اتصلت واعتذرت وبقيت أبرر وأبرر، وبالمقابل عوضت أنه العزيمة صارت علي خلاص. يعني أتصور هذا كافي، أعذار كافية وتعويضات كافية. لو ما طال عشان أحسن لك مو أحسن علقتي بالزحمة والعزيمة صارت عليك تبهذلتي. هذه كانت فقراتنا من استوديوهات دبي. خلينا نكمل فقرات باقي فقرات صباح الشرقية من استوديوهات أربيل ويا زهراء وزين. طبعا رولا وميس كلش استمتعنا بفقراتكم، وكنا نتابع الضيفه شلون كانت تحكي عن الاتيكيت وش قد الانسان ضروري يهتم بمواعيده. هي هم كانت ضيفتنا سابقا وحكينا بهواي امور حلوه، وانتم هم خليكم متابعين ويانا لانه عندنا خبر منوع كلش حلو يا زين. متابعين وياكم. طبعا مشاهدينا راح نحكي بخبر منوع اللي هو راح يكون ممكن طريف، هو غريب، هو حلو. تداول رواد لوسائل التواصل الاجتماعي ومحبو الحيتان حول العالم مشاهد مثيرة جدا تم تصويرها بعدسة طائرة درون، حيث نفث حوت أزرق عملاق عمود بخار ماء من فتحة أنفه ارتطم بطائرة وكاد أن يسقطها. طبعا ظن الكثيرون أن الحوت الأزرق قد تقصد ضرب الطائرة بعمود الماء الصادر من فوهة أنفه، لكن الحقيقة مخالفة لهذه التوقعات التي بدت صحيحة إلى حد ما في مشهد بسبب اقتطاع جزء منه. ونشر هذا الفيديو الرائع لأول مرة المصور كريستيان ميلر على صفحته في الانستغرام، حيث وضح أن هدف من الاقتراب إلى هذا الحد من الحوت هو جمع عينات من البخار الماء الصادر من فوهة أنفه الضخمة، ويستطيع العلماء من خلال الحصول على عينات عن طريق البخار الماء الصادر من زفير الحوت دراسة الحمض النووي وحالة الصحية العامة لأكبر مخلوقات الأرض التي عرفتها التاريخ أو عرفها التاريخ من دون المساس بها أو إزعاجها. طبعا زين كلش حبيت اني عبالي بالبدايه بس انه ضربت الدرون، ما كنت متوقعه انه هم يريدون ياخذون عينه، لان تعرف هم كلش يحبون يحافظون على هاي الحيوانات ويحبون انه هي تبقى بصحتها، لان تعرف هاي من الاشياء النادره عندنا. بس شفتي انت هاي المصادفه اللي صارت انه الحيتان دائما تطلع هذا البخار من من فجوه اللي عندها، بعدين هواي حسوا انه لا هي كان متقصده تشوف الدرون وهي قصدت هذا الشيء، بس هو ما كان هذا الشيء، تصادفت هو اقترب من عندها لهذا الحد وهي نفثت خلينا نقول هذا البخار. يعني من حظهم نقول من حظهم صارت صارت وصار ترندنج، يعني الفيديو اخذ اكيد رواج وهواي نشروا لانه عبالهم هو متقصد. طبعا مشاهدينا انا كنت اقرا بتعليقاتكم على سؤالنا تفاعلي لحلقه اليوم. هواي أشخاص طلعوا ملتزمين بمواعيدهم، ما يحبون أحد يتأخر عليهم. وهذول الأشخاص دائما تصير عصبيتهم أكثر، لأنه هم هو يكون كلش ملتزم وطالع من وقت ينتظرك على الموعد وأنت تتأخر عليه، على عكس الأشخاص اللي ممكن يكونون ريلاكس أكثر عادي متعودين على الشخص يقول لك هذا دائما يتأخر فأني متعود حقعد وأنتظرك. هو أكو تعليقات أقرأها باردة تقول هذا الشيء اليوم صار ويا أختي، تأخرت على الامتحان خطية وما امتحنت. يعني هاي شوفي هاي هي الأماكن أو المرات أو المواعيد اللي إحنا ما ممكن نتأخر عليها، لأنه إذا إحنا ما التزمنا أوكي إحنا بالأيام العادية نتأخر على صديق، على طلعة، على فد موعد محدد، لكن هاي خلينا نقول المواعيد المهمة الامتحانات يعني لازم نكون كلش خلينا نقول ننتبه، نوقت الساعة، نقول لأهلنا إذا إحنا ممكن ننسى، يعني فات الامتحان خطية، بس أكيد إن شاء الله نتمنى لها الخير والموفقية. طبعا من موضوعنا مشاهدينا راح ننتقل إلى السوق الأبيض في دهوك، وهو سوق الألبان والأجبان والمعروف بالجودة العالية لمنتجاته. مجرد أنه أنت تكون قريب على هذا السوق راح تشم ريحة الأجبان والألبان الطيبة والشهية. وطبعا إحنا ككاميرا صباح الشرقية رحنا حتى ندخل لهاي المكان ونعيشكم هاي الأجواء الموجودة هناك، فتعالوا كلنا نروح لدهوك ولهذا السوق ونرجع لكم.
نحن بسوق الذهب، السوق الأبيض، جايين على محلات الأجبان والألبان بالسوق. الأجبان والألبان اللي بسوق توك أحسن من الأجبان والألبان المستوردة. هذا السوق يعني معروف مع الألبان، وأي واحد مثلا يفوت بهذا السوق يشتم ريحة مثلا مع الأجبان والجبن وهي الشغلات مع الألبان، وهذا المعروف مع الأجبان يعني المحلي، يعني اللي مثلا أدنى جبن هو محلي مع الأقرى وهذول اللي يجيوا يمنا، هو يعني عالم هسا أكثر شيء طلبية ماله من الشغلات مال الداخلية، يعني مو مثلا هذا المعلب والأخ، لا أكثر شيء يحبون هذا الجبن واللبن ومال الغنم والقبل. أول ما يدخلون على السوق يشتمون ريحة الألبان والمشتقات بها، الناس والزبائن يجون من كل أماكن، من داخل دهوك أو من خارج دهوك، من موصل مع موصل، ألبان والمشتقات مالتها قديمة ومشهورة بها، من أطراف دهوك ومن قرى يجيبون بداخل دهوك، ألبانها مشهور، من ألبانها مشهور والناس دا يجون عليها طبيعي 100%. تقريبا صار لي ساكن 7 سنين بدهوك، أنا من الموصل، سكني من الموصل، بس أنا صار لي 6 سنين ساكن بالموصل، وإحنا على طول إحنا نأكل البيزة والهاي الأجبان المحلية، وما شاء الله أنواع العسل الطبيعي الجبلي. المعلب بينه مواد حافظة، هذا ما بينه أي شيء، هذا أصلي ومنتج محلي، ما بين أي لا غش ولا شيء ولا مواد حافظة ولا مواد كيميائية بيها. الفرق هو يعني المعلب هسه مال المعامل وهيك، هذا مال البيوت يعني مال قرى، يعني حلو طيب، مو مثل مال، وهذا يستفيد يعني الواحد ياكل يعني يستفيد، مو مثل مال المعلبات كلها هيك شغلات، بس هذول يعني اي واحد ياكل يعني، حتى الخضره ماله كله يجيبون بالجبل، هذا كله دواء. فرق المنتجات المحليه، هذا منتجات اللي احنا نصنعها، موجود صناعتنا احنا يدوي موجود، واحنا عندنا بالقريه وبالاغنام شغلات عندنا حاليا موجود بهذا الشيء، ما نرجع منتجات الاجنبيه، مواد الحافظه موجود حاليا في الثلاجات تنحفظ به او المجمدات، فهذا طبيعي كلها حاليا موجود. رجعنا وياكم مشاهدينا بعد ما شفنا هذا التقرير الحلو، خاصة ياسر ما متريقين، أنا ما متريق، اشتهيت الأجبان اللي شفناها، كان اكو نوع كلش غريب، يمكن كان اكو بيه عشب، هذا يسموه جاجي، من الأجبان اللي ما نشوفها غير ب خلينا نقول بشمال العراق، بس اكيد هم اكيد الاسواق وهاي شغلات يعني بلشوا ياخذوا من عنده بالضبط، هي كلش يعني عندها نكهه قويه جدا وريحتها كلش طيبه، فاللي ما مجربها انصح انه يجرب هذا النوع من الجبنه مثل الزهراء بالضبط، انا ما مجرب صراحه. وكنا نقرا بكومنتاتكم وتفاعلكم ويانا على انستغرام الشرقيه، فلفتني كومنت احد كاتب ما أتأخر على موعد مهم، بس إذا كانوا أصدقائي لا أرادياً أتأخر. فعلاً زين، نحس إنه إحنا يعني مثل ما نقول ميانة وياهم، بس الأسوأ من هيك إذا نقعد
وتطلع رايح علينا هواية أحداث حلوة، يقولون إنه إحنا ضحكنا قبل لا تيجي وهيك وهيك، فتلقائي واحد حيقوم بعد ما يتأخر ويروح يمهم من وقت. يعني أنا منصدم من اللي دا يقولون نبأ، دا تقول نبأ علي، دا تقول دائما قبل الموعد بنص ساعة. أغلب الأشخاص اللي معلقين دا يقولون إحنا يعني بالموعد نكون. إحنا مع العلم هذا الشيء يعني قلة قليلة ما أشوف إنه شخص يكون ملتزم، مو من شيء، بس إحنا متعودين إنه خلينا نقول بالبيئة اللي إحنا تربينا بيها ما نشوف إنه أكو التزام بالمواعيد. بس شخص إذا راح لأوروبا وعاش بهاي البيئة راح يلتزم أوتوماتيكيا، لأنه لو تأخر دقيقة أو دقيقتين فارق قليل جدا راح يعرف إنه هم إذا كان موعد ما راح يطببوا أو ما راح يدخلوا أو ما راح فمهم جدا إنه إحنا يكون عندنا هاي الثقافة ونعود نفسنا. وأني هاي واحدة من أهدافي زهرة، أحب يوم من الأيام أكون ملتزم. إن شاء الله كنا نكون ملتزمين. وهيك نكون خلصت فقراتنا وانتهت حلقتنا من صباح الشرقين. انتظرونا غدا بنفس الموعد بحلقة جديدة. مع السلامة. مع السلامة.